الله الرحمن الرحيم، الرحمة لشهدانا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا ومعتقلينا. أنا المجاهد حسين محمد أعلن عن تشكيل كتيبة أحرار صوت الحق، وأعاهد الله على الدفاع عن المواطنين والمتظاهرين عن الدورة عن دورة الكرامة وأهدافها، وعلى ملاحقة عناصر كتائب الجيش الأسدي وعناصر المخابرات والمخبرين وكل من يحاول العبث في أهداف دورة الكرامة في مجال عمل الكتيبة. وأضع نفسي مع عناصر كتيبتي تحت قيادة المجلس العسكري في إدلب بقيادة سيادة العقيد الرياض الأسعد، والله ولي النصر والتوفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.